السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة معنا في برنامج كلام من القلب. موضوعنا اليوم اللي إن شاء الله بنتكلم فيه هو اضطراب الشخصية الحدية. ممكن وايد نسمع في اضطراب الشخصية الحدية، ولكن كل واحد ممكن يفسره من منظوره الشخصي. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن بعض المعلومات إن شاء الله تكون وافية بخصوصها. شنو هو اضطراب الشخصية الحدية؟ هو اضطراب نفسي، هو أحد الاضطرابات النفسية، أحد الاضطرابات الشخصية، يعرف بوجود اندفاعات غير مبررة من قبل الشخص المصاب. عادة تكون اندفاعات في السلوك، ويكون عنده عدم اتزان في التعبير عن المشاعر، عدم اتزان في التعبير عن علاقاته مع الناس، خصوصا الناس المقربين منه. كذلك يكون عنده عدم اتزان في الصورة الذاتية، ما يشوف نفسه بالشكل الصحيح، بالشكل المطلوب. مثل باقي الاضطرابات النفسية، الاضطراب يسبب إزعاج شديد للشخص المصاب وللأشخاص المحيطين فيه، لأن عادة يكون الشخص المصاب متقلب المزاج، يكون عادة مكتئب، يكون كثير الشكوى، يكون شخص ملول، يسبب مشاكل بالمحيطين فيه، يكون عنده صعوبة في التعامل مع الأشخاص المحيطين، ويكون حتى الأشخاص المحيطين فيه يكون عندهم صعوبة في التعامل معه. عادة يكون يفقد الثقة بالأشخاص المحيطين، يشوف الناس معظمهم مصادر شك، يكون عنده عدم اتزان في الانفعالات، يكون عنده عدم وسطية في نظرته للناس، إما يشوف الناس وايد زينين أو يشوف ناس ثانيين لا كلش ناس كأنهم أعداء له. أحياناً نفس الشخص يشوفه يوم حبيب له، يبادر مشاعر المحبة ويحاول يساعده ويحاول يعينه، يوم ثاني لا يشوفه هو مصدر شك، بالتالي يكرهه ويتسبب له مشاكل، وأحياناً حتى يهدده بأنه يضره. مثل ما قلنا، هذه الأعراض كلها تسبب صعوبة في التعايش مع الشخص المصاب في اضطراب الشخصية الحدية. بس هو إذا فكرنا فيه، هو هذا اضطراب خارج عن إرادة الشخص، أسباب عادة بيولوجية في دماغ الشخص. إحنا أحياناً نزعل من هذا الشخص، ولكن إذا كان هذا الشخص فعلاً مقرب منا، إحنا ضروري واجب علينا أن إحنا نساعده. إذا فهمنا الأسباب الواضحة لهذا الاضطراب، وإذا فهمنا الأعراض العامة فيه، الخاصة فيه، شنو سبب اضطراب الشخصية الحدية؟ هو عادة يكون مثل ما ذكرنا، هو اضطراب بيولوجي يصيب أحد أجزاء المخ، خصوصا الأجزاء اللي تسيطر على المشاعر واللي تسيطر على السلوك والانفعالات. يعني الأبحاث بينت والفحوصات اللي طلعت فيها التجارب من الأشخاص اللي أخذوهم كتجربة، الأشخاص اللي عندهم اضطراب في الشخصية الحدية، شافوا أن فعلا في أماكن في الدماغ، خصوصا الفص الأمامي من المخ اللي هو مثل ما ذكرنا الجزء الرئيسي اللي يسيطر على المشاعر ويسيطر على دمج الأفكار بالمشاعر، يكون فعلا متأثر بيولوجيا، يكون حتى أحيانا يوصل إلى، يعني يكون في مرحلة صعب علاجها. يطلع بعدها الشخص نشوف فيه تظهر عليه الأعراض اللي ذكرناها، أعراض الانفعالات والسلوك العدواني وتقلب المزاج والاكتئاب والشكوى المتكررة. شنو أسباب الخلل اللي يصير في الدماغ هذا اللي ذكرناه؟ شنو الأسباب يعني اللي بعض التجارب أكدتها؟ معظم الناس شافوا أنه ما في سبب واضح، ولكن لاحظوا أن المرض هذا يعني يكون متكرر في عائلة معينة، يعني يكون في العائلة الوحدة فيها أكثر من شخص مصاب في هذا الاضطراب، فرجحوا فكرة أن فعلا في عامل وراثي، في عامل جيني ممكن هو اللي يؤدي للإصابة في هذا الاضطراب. كذلك بعض التجارب أثبتت أن الأشخاص اللي كانوا معرضين لعنف الطفولة، خصوصا لبداية مراحل النمو، تعرضوا لسوء المعاملة وسوء العنف في فترة الطفولة، يكونون معرضين أكثر للإصابة في اضطراب الشخصية الحدية. تكلمنا عن أسباب اضطراب الشخصية الحدية، يعني أعطينا مقدمة تقريبا عن هذا الاضطراب. الحين نتكلم عن بعض الأعراض
الواضحة العامة في اضطراب الشخصية الحدية. أهم عرض هو عدم وجود تصور للذات. الشخص عادة المصاب في اضطراب الشخصية الحدية ما يشوف نفسه في الصورة الصحيحة، يفكر أنا شنو أبي، أنا شنو أحب، أنا شنو أكره، أنا من يحبني، أنا من يكرهني. ما يكون عنده صورة واضحة لنظرته لنفسه ولنظرته للآخرين. كذلك ما تكون عنده صورة واضحة لأهدافه. كل فترة تتغير أهدافه، مرة يقول مثلا أنا هدفي أن أنا أتزوج، مرة ثانية يقول لا أنا هدفي أن أنا كلش ما أتزوج، من غير مبررات. تكون عادة أسباب مثل ما ذكرناها أسباب تكون بيولوجية. العرض الثاني هو عدم الاستقرار اللي نلاحظه في المصابين في اضطراب الشخصية الحدية، وهو عدم الاستقرار في الحياة الاجتماعية، مثلا الانفصال عن شريك الحياة، مثلا تغيير مكان العمل أو تغيير الوظيفة من وظيفة إلى وظيفة ثانية، عدم استقرار في البيت، في العلاقات مع الإخوان، في العلاقات مع الأم والأبو. العرض الثالث اللي كذلك مهم جدا، أن أحيانا الشخص إذا زادت حالته، زادت حدة الاضطراب اللي عنده، ممكن يصير عنده اكتئاب، وتصير عنده نوبات بكاء شديد، ممكن توصل حتى لمرحلة تفكير بالانتحار، مرحلة أنه يؤذي نفسه، مثلا يجرح نفسه أو يقدم فعلا على عملية الانتحار. كذلك نلاحظ في الأشخاص اللي عندهم اضطراب شخصية حدية غضب شديد ونوبات غضب متكررة ما لها أي داعي. عنده كذلك شيء واضح، يكون عنده مشاكل في الذاكرة، كثير النسيان يكون، وأحيانا حتى ينكر أنه هو فعلا سوى الشيء، يكون ينسى اللي سواه ويتأكد، يعني ينكر أنه فعلا سوى هذا الشيء ويصر على رأيه. تم تشخيص هذا الاضطراب، وتمت يعني في تجارب وايد تمت على الاضطراب، وشافوا مجموعة كبيرة من الناس المصابين في هذا الاضطراب، واكتشفوا طرق علاج عديدة لعلاج هذا الاضطراب. أهم العلاجات هو العلاج المعرفي السلوكي، هو أحد العلاجات النفسية، هو مثل ما ذكرنا هو أهم العلاجات اللي تعالج اضطراب الشخصية الحدية، وهو يتمحور في أربع عوامل، يعالج أربع مهارات للشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية. أول مهارة أنه يعدلون نظرته لنفسه، نظرته لذاته، يعدلون أفكاره، يعدلون أهدافه المستقبلية، مهارة تكوين الأهداف. المهارة الثالثة هو مهارة التصرفات الانفعالية، السيطرة على التصرفات الانفعالية. المهارة الثالثة وهو مهارة السيطرة على مشكلة تقلب المزاج. المهارة الرابعة مهارة حل المشكلات في العلاقات الاجتماعية. النوع الآخر من العلاج هو العلاج الدوائي، يلجأ له طبعاً الأشخاص المختصين إذا كان العلاج النفسي السلوكي ما كان في النتيجة المطلوبة، ما أدى إلى النتيجة المطلوبة، أو إذا كانت الأعراض شديدة أدت إلى اكتئاب شديد أو إلى قلق شديد، ممكن الطبيب يفكر في أنه يصرف علاج دوائي. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها عن اضطراب الشخصية الحدية وافية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونشوفكم إن شاء الله في حلقتنا.